مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقات جديدة من حلقاتنا الأسبوعية لرواد الأعمال. وكما عودناكم في كل حلقة بأن نستضيف وجها مميزا، ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا رحبوا معي بأستاذ طارق أحمد، صاحب ومؤسس كونكورد لتجارة الذهب والمعادن الثمينة. بداية أسأل الله أوقاتك. بس مرحب بك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ طارق. في البداية حابين نتعرف عليك أكثر ونعرف السادة المشاهدين عن بدايتك المهنية في دولة الإمارات، وكيف جت لك فكرة تأسيس كونكورد لتجارة الذهب والمعادن الثمينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طارق أحمد عمر ياسين من دولة السودان. أهلا وسهلا فيك. شركة كونكورد لتجارة الذهب والأحجار الكريمة في دولة الإمارات العربية. أستاذ طارق، حابين نعرف قصة المشروع، كيف بلشت ومن وجهة نظرك؟ والله حقيقة نحن أساسا يعني شغالين في مجال التعدين في السودان، والسودان بلد غنية طبعا أكيد بالذهب والأحجار الكريمة، لكن فكرة الأحجار الكريمة يعني شنو؟ الناس ما لجوا إليها لقلة الخبرة. نحن في أثناء مثلا البحث عن الذهب الناس بتلقى أحجار لكن ما عارفه قيمته شنو. الناس بتلقى احجار ما بتعرف قيمه الحجر شنو، يعني مثلا الحجر هذا الحجر حجر طبيعي بيستخرج من باطن الارض، ممكن يبقى عليه خاتم بتاع فضه، عليه خاتم بتاع ذهب. ونحن لجأنا لهذا المشروع لانه لقينا فيه امكانيات عاليه، وممكن نحن نقدر نوفر الحاجه دي في فتره وجيزه، واشتغلنا على كده. جميل جدا. انا حاب اعرف اكثر عن الاحجار الكريمه ونعرف السادة المشاهدين ايضا استخداماتها، وين نقدر نستخدمها؟ الاحجار الكريمه هي اساسا في 5 ولا 6 انواع من الاحجار الكريمه. دي الاحجار اللي هي غاليه بتتباع بالجرام، يعني الجرام الواحد فيه 5 جرام، مثلا زي الالماس، الزمرد، الياقوت، السفاير، الموس، جرافايت، البريل، العقيق الاسود. هذا كله انت بتوفره؟ كله بتوفر. جميل جدا. وكيف نقدر نستخدمه؟ ده بيستخدم يعني في القوايش للنساء، الختم، السلاسل، الحلقان. جميل جميل. وهذا يعني بتكون قيمه الحاجزات عاليه جدا، بالاضافه لما تضيف له زمرد او ياقوت او الماس بتضيف القيمه لل السلسل او للخاتم، يعني يكون شكله جميل وايضا استثمار. ايوه يعني هذا الشكل، هذا الحجر اسمه مثلا اماتيست، هذا شكل بنفسج، يعني حاجه نسائيه ممكن تضاف في خاتم عادي، ممكن تتعمل في حلق، فدي مهمات كثيره، ويعني ممكن تتعمل في حاجات كثيره، يعني ممكن يضاف في 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 حاجات زينه في البيت، في ناس بتعملها في لوحات، في ناس بتعملها في مكتبه كده، يعني عندها عده خيارات. جميل جدا. استاذ طارق، حابين نعرف سر التميز والنجاح. التميز والله نحن اول شيء في دوله السودان يعني الاحجار دي متوفره بكميه، ونحن الان وفرنا جميع الاليات الممكن توصلنا لهذه الاحجار في السودان، يعني في شمال السودان، في غرب السودان، في شرق السودان. نحن عملنا احداثيات بالقمر الصناعي، وعرفنا مناطق الألماس ومناطق الزمرد والياقوت والسفير، وفي حاجة كمان نادرة جدا في الألماس الوردي. الألماس الوردي ده يعني ممكن الجرام بتاعه يحصل ل 200,000 دولار، ما شاء الله، يعني الجرام الواحد يكون بمليون دولار. فنحن إن شاء الله يعني ساعين بكل جهدنا بتوفير هذه الحاجات لأكبر الشركات في البلد، ونزعى لانه نقدم خدمات. يعني ما شاء الله الاحجار النادره يتم توفيرها هنا في كونكورد. شركه كونكورد لتجاره الذهب والاحجار الكريمه يعني قادره على انه توفر جميع الاحجار. جميل. وبجميع الكميات. جميل. باذن الله. يعطيكم العافيه. استاذ طارق، حابين نعرف النظره المستقبليه لك كرجل اعمال. والله نحن الان حاليا شغالين يعني في المجال هذا بالخام، اللي هو بنجيب الخام، مثلا هذا زمرد خام، بعد ذلك بتحول لحلي، يعني يضاف للسلاسل، للحلقان، للغوايش، للحاجات زي دي. فنظرتنا المستقبليه الان بنكون في داتا انه نعمل
مصنع داخل دولة الامارات، ونقدر ننتج الحاجة. نحن حاجاتنا بنجيبها خفض بنحولها لشنو؟ لحاجات تضاف للسلاسل، للحلقان، للحاجات زي دي. باذن الله يتم تنفيذ المصنع وتكبر اكثر وتنجح باذن الله في المستقبل. اللهم امين. استاذ طارق، احنا عايشين في بلد الامن والامان، دولة الامارات العربية المتحدة. شيوخ دولة الامارات ما قصروا، وفروا لنا البيئة الخصبة والامن والاستقرار. حابين نسمع منك رسالة شكر لشيوخ الدولة. والله نحن الشكر، كل الشكر لقادة دولة الامارات وشيوخها. وبالجد يعني هذه الدولة دولة رائدة في مجال الاعمال التجارية، في مجال الطب، في جميع المجالات. يعني دولة متقدمة جدا، والميزة انه هذه الدولة فيها امان صحيح، وفيها استقرار، وبلد تجارية بحت. الشيء الثاني، البلد يعني التسهيل للمواطنين، التسهيل بالنسبة للمعاملات، لتسجيل الشركات، للحاجات دي. يعني ما شاء الله، وربنا يوفق هذه الدولة ونشوف دائما الى الامام. شكرا كثير استاذ طارق لرسالتك، واكيد بنتمنى دوام نعمة الامن والامان، والله يطول في اعمار شيوخ الدولة. قبل ما اختم البرنامج، حابب اعرف الموقع الجغرافي لكونكورد لتجارة الذهب والمجوهرات. شركة كونكورد لتجارة الذهب والاحجار الكريمة، نحن في شارع عمر بن الخطاب، برج نهار فيوز، طابق الميزانين، M19. مشاهدي الكرام، الموقع الجغرافي وارقام التواصل اسفل الشاشة. أستاذ طارق، شكرا كثير لاستضافتك لنا، وبنتمنى لك التوفيق والنجاح. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. مشاهدي الكرام، وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.